خليني ارحب بالاستاذ طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحه الضرائب. مساء الخير استاذ طلعت. مساء الخير استاذ عزه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. تعرف تعرف شهر مارس ده بيبقى قلق شويه وضرايب وبتاعه. لا ابدا ابدا، مفيش قلق ولا حاجه. ليه قلق؟ لا ابدا، شهر مرعب، شهر مرعب. لا والله يعني الموضوع سهل خالص ان شاء الله باذن الله. هو اقدم ازاي الكتروني؟ لانه ده تقريبا هيبقى اول سنه احنا بنتكلم فيه الكتروني بشكل كبير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا مش اول سنه بنقدم الاقرارات الكترونيا، ولكن هو احنا بدأنا مسألة ميكانة الإقرارات الضريبية من سنة 2018. كنا ماشيين، احنا بتكلم بشكل كبير يعني واضح ان ناس كتير هتقدم. انا هقول لحضرتك احنا ماشيين بشكل متدرج في القصة دي. السنة دي حضرتك تقصدي ان كان الدور بقى على الاشخاص الطبيعيين. أيوة. اللي هم المنشآت او المشروعات الفردية. الدور عليها السنة دي عشان تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية عندنا. نعم. ان هي كمان تلتزم بتقديم الإقرار الضريبي الإلكترونيا. لما بنقول إقرار ضريبي إلكتروني وبنقول ان احنا بنتكلم في ميكانة الإقرارات، المسألة بمنتهى البساطة عشان خاطر السادة المشاهدين اللي بيشوفونا، الفكرة كلها ان الإقرار اللي حضرتك كنت بتقدمه قبل كده ورقي، لا هو نفس الإقرار، نفس الإقرار، بس النهارده بتقدمه الكترونيا من خلال شاشه الحاسب بتاع حضرتك او اللاب. حضرتك بتخش وبتلاقي نفس الشكل اللي انت متعود عليه، شكل كل الاقرار الطبيعي اللي انا بملاه كل سنه. هو احنا ما عندناش اي تغيير في مضمون الاقرار. تمام. ولا في اي مساله. تمام. متعلقه بالضريبه. تمام. ولكن احنا كل اللي عندنا السنه دي ان احنا غيرنا طريقه تقديم الاقرار من اقرار ورقي الى اقرار الكتروني. واحنا بناكد بقى على الاشخاص الطبيعيين، ودي فرصه ان انا موجود مع حضرتك. فبقول للي بيسمعني دلوقتي وبيشوفنا انك انت لو انت عند حضرتك نشاط او مشروع فردي انت بتمتلكه لوحدك، فانت عندنا القانون بيسميك شخص طبيعي. وانت اخر ميعاد لتقديم الاقرار الضريبي ليك هو نهايه شهر مارس ده اللي احنا بدانا فيه. تمام. بس المسألة زي ما حضرتك كده يا أستاذ عزة كنت بتكلميني، المسألة السنة دي مختلفة شوية. أيوة. يعني أنت كنت متعود حضرتك طول السنوات السابقة لأنك أنت بتقدم ورقي تستنى لحد يوم 30 ولا 31 مع آخر وقت تروح المأمورية تكتب إقرارك وتسلمه. صحيح. المسألة طبعا السنة دي هتبقى مختلفة. أيوة. لأنك أنت محتاج تعمل لنفسك الأول، تخش تسجل نفسك على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة الأول على موقع مصلحة الضرائب. تمام. وبعد كده تبدأ حضرتك بعد ما بتسجل نفسك تقدر تستفيد من خدمة أنك أنت تقدم الإقرار إلكترونيا. طبعا. تمام. أنت شوف يا أستاذ عزيز، حتى تقديم الإقرار إلكتروني نهايته 31 31 3 31 مارس ده بالنسبه. نعم. للاشخاص الطبيعيين. ايوه. احنا برضو عايزين نطمن الناس ان. أيوه. هيقول لي لا زي ما حضرتك كنت بتقولي لي من شويه احنا متعودين ان احنا نروح نقدم الاقرار في المأمورية. اقول لك المساله دي ممكن لان هي جديده عليك وانت. لا خليني اسال حضرتك السؤال. فضل. بشكل محدد وحضرتك تجاوبني بشكل محدد. اتفضلي. انا مواطن ما بعرفش ازاي هتعامل مع الاقرار الالكتروني، اعمل ايه؟ تمام. احنا حضرتك عشان خاطر نسهل على الممول احنا عندنا وسائل كتيره ومتعدده. وانا هكلمك بشكل عملي جدا، لا هبعد خالص عن مساله يعني امور قد يعني تبقى تبدو ان هي نظريه. طيب. احنا عندنا المأمورية اللي انت حضرتك كنت بتروح تقدم ليها الاقرار الضريبي بتاعك. احنا المأمورية دي اعتبارا من اول مارس ده احنا شغالين من 8 الصبح لحد 6 مساء. حضرتك ممكن تروح المأمورية هتلاقي فرق عمل داخل المأمورية، دعم فني داخل المأمورية، هيجاوبوا على كل الأسئلة، على كل الاستفسارات، هيحلوا لك كل المشاكل المتعلقة بتقديم إقرارك إلكترونيا وهيساعدوك كمان. معنى كده، معنى كده أستاذ طلعت بشكل واضح، لو أنا قدمت إقراري السنة دي بالشكل التقليدي زي كل سنة ورقيا لا يقبل؟ ما عندناش إقرارات ورقية السنة دي، إحنا أصلا ما طبعناش إقرارات ورقية، ولكن طبقا لقرار وزير قرار وزير الماليه وطبقا لقانون الاجراءات الضريبيه الموحد في الزام لكل الممولين في المرحله الاخيره ديت بتقديم الاقرار الضريبي الكترونيا. وعشان كده بنقول يا جماعه احنا ما طبعناش اقرارات ورقيه،
يعني انا بس عايز اكمل مساله نساعد الممول ازاي، لان دي مهمه وحضرتك مهتمه بيها كمان. لا انا مهتمه، انا مهتمه لدرجه ان احنا عايزين نكمل في الهوا في الاستوديو حضرتك أوي. تشرفنا او يعني حد من الزملاء يشرفنا، لانه مساله انه لازم ان انا اقدم الاقرار الكتروني وان حضراتكم ما طبعتوش اقرار، دي اعتقد انها هتبقى مساله بالنسبه لناس كتيره قوي جديده، فممكن تعمل لخبطه يعني فعشان كده بستاذن حضرتك وناخد تليفونات ونسمع من الناس والجزء ده. فمؤقتا بشكرك فندم، يعني مؤقتا بشكرك استاذ طلعت، الموضوع محتاج فقره جوه ونفتح تليفونات للساده المشاهدين.